السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النخلة البلدي وإزاي بنجيب التقطيعات بتاعة الجذع بتاع النخلة بالتفصيل بالراحة واحدة واحدة، هنشوف إزاي بنقطع النخلة وإزاي بنبين فيها التضليع بتاعتها الطبيعية. لاحظوا معايا واحدة واحدة، ضربات بالفرشة عرضية بالطريقة اللي قدام عينينا دلوقتي، ضربة يمين وضربة شمال، ضربة راكبة على ضربة. هنوضح الضربات دي تاني بالراحة، التبان مش واضح فأنا زودت الإضاءة شوية. ضربة يمين وضربة شمال، ضربة خلفة مع ضربة، تشوف نخلة قدامك وتشوف الأضواء دي محطوطة إزاي، وزي ما أنت شايف تعمل برضه. أنا اديت لطشات اهيت وضربات، وهرجع بالفرشة بعد ما اللون يفضى ويخف منها، هاخد من الجسور ديت وانزل لتحت. دي تعتبر جسور الضوء، القمم بتاعة التقطيعات، وهاخد منها بالفرشة هي هي بعد ما تنشف او بعد ما اللون يخف منها، وانزل لتحت. وده يبقى جسر الضوء وانت نازل لتحت ليم الظل، والظل نفس الكلام هنعمله بنفس الطريقة، ولكن مش عايزين نسبق الأحداث. نشوف الأول، شوف واحنا بنسحب من أهو، لاحظ وانت نازل لتحت بالراحة كده أهو، واحدة بواحدة، شفت؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وكله بتسحبه بنفس الطريقة. طالما عرفت الواحدة بتتعمل إزاي، الكل بيتعمل بنفس الطريقة. ده الأضواء. ونشوف هنحط الظلال إزاي. يعني النخلة ظهرت شوية أهي، ساعة ما نحط الظل هتظهر أكتر. طبعا الإضاءة جاية من على الشمال، فأنا بزود الإضاءة في الشمال شوي، التقطيعات اللي في الشمال بزودها شوي. بالراحة، ما تنزلش بالفاتح الشديد مرة واحدة، لأ هات من نفس الدرجات اللي انت شغال بيها. أبيض وتعكره بشوية بني خفاف، وبنعمل الفواتح اللي احنا شايفينها دي، مش ابيض ابيض يعني. ونخلص اضواءنا كلها خالص اهوت. وبعد كده ايه، هنبدأ ندي الظل بتاعنا. هنشوف الظل هندي ازاي. هنيجي في اصل كل واحدة من دولت، ونعمل لطشة بالبني الغامق اهي بالراحة. هجرب الكاميرا ونشوف في اصل كل واحدة من دولت بعمل ايه. البني غمقت البني شوية، وجيت في الناحية الشمال، الناحية اليمين بعيد عن الضوء، شفت؟ في اصل كل ضربة وبتدي اللون الغامق. ونفس الكلام هنيجي بعد ما الفرشة تخف اللون فيها كده، وندي الجسور كلها، ناخد تاني ونسحب واحنا طالعين لفوق. في الضوء كنا بنسحب واحنا نازلين لتحت، لكن في الظل هنسحب، هندي الجسر الظل ونسحب واحنا طالعين لفوق. شفت النخلة من قريب طبيعية
طبيعية بعد ما بتخلص، يعني ما شاء الله قريبة جدا للطبيعة. باخد من تحت وبسحب لفوق، من تحت وبنسحب لفوق. وطبعا جذر النخلة بيكون فيه شعيرات كده وحتت متآكلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مش كل النخل طبعا، ولكن النخلة اللي انا كنت برسمها كانت بالشكل ده. يعني شفت الشعيرات، شعرة ورا شعرة. اهو دي كانت النخلة الأمامية، والنخلة اللي وراها هتاخد نفس الشغل برضو. فتقوم تظهر معانا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التيسير. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. النخلة دي هتاخد نفس الحوار. أيوة بالظبط اهوت. يعني يا رب نكون استفدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.